دنيا على سلامتك بعدا سلامتك على سلامتك واش بصح ورطاتك دنيا دنيا واش بصح عرفت عليك عايشه عياش سميتك واش بصح كتقول انت العقل المدبد دنيا صاحبي دنيا عاودي لنا الوقت دوزو صاحبي حيت خلي لي سباس نتنفسو شويه واش كدير واش كدير بحال ما هكا شوم حشوم اش اش كيف كتشوفوا كيف كتشوفوا كانت هذه دنيا باطمة خارجة من مقر من عند الأمن من بعد ما تم مواجهة ديالها مع عيشة عياش بمنا على خلفية ملف على خلفية ملف فضيحة حمزة مون بيبي نزلت دنيا باطمة داخل المقر نزلت لم تريد الظهور أمام عدسة كاميرا الصحافة الوطنية اللي حاضرة في هذا الأثناء بقاو معنا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دنيا باطمة تعود إلى حدسة الكاميرا ترجع للمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كيف تشوفوا بحسب مصادر من داخل من قلب هذا الملف مقربين من هذا الملف ومن عائلة عائشة عياش يقولوا بأن عائشة عياش اعترفت بأن دنيا باطمة هي العقل المدبر ديال هذا الملف ديال هذه الفضيحة ارجعوا الدراري ارجعوا الاخوان ارجعوا الاخوان تفوت الباب ها انتم ما يدخلكم لداخل كتشوفوا من أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دنيا باطمة كتخرج كترفض أن تظهر أمام عدسة كاميرا المصورين بقاو معنا في هذا المباشر الحصري كنظن هذه هي السياره اللي غادي تقلل الدنيا باطمة كيف كتشوفوا هي بغينا غير نعرف شنو وقع كيفاش كان التحقيق كيفاش كان التحقيق الدنيا كيفاش كان التحقيق الدنيا على سلامتك بعدا كيفاش كان التحقيق دنيا كيفاش كان دنيا بغوقة ديال الأم ديالها
الى هنا اعزائنا المشاهدين ومتتبعين قناه شوف تي في ناتي على نهايه هذا المباشر. كيف شفتوا دنيا باطمه رفضت انها تدلي باي تصريح للصحافه، بل وانها كعادتها دائما العنف اللفظي كيف كتشوفوا. الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.